استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير السيد بال كيبس غارد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة شيل بيرنج العالمية لخدمات حقول النفط بمناسبة زيارته للبلاد. ورحب جلالة الملك المفدى بالسيد بال كيبس غارد مشيدا بروابط الصداقة وعلاقات التعاون الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة والاقتصاد. كما أثنى جلالته على التعاون الوطيد القائم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة شيل بيرنج لخدمات حقول النفط في إطار مشاريعهما المشتركة في قطاع النفط بما يحقق المنفعة المتبادلة، منوها جلالته بعملية الشركة ومشاريعها في المملكة وما تقدمه من خدمات نفطية للشركات النفطية المحلية والعالمية العاملة وفق أحدث الأساليب والتقنيات المتقدمة. كما تطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية. من جانبه عرض الرئيس التنفيذي لشركة شيل بيرنج أنشطة وخطط الشركة المستقبلية ومشاريعها الاستثمارية في العديد من دول العالم مشيدا بمستوى التعاون القائم مع مملكة البحرين والذي يمتد لسنوات طوال. وحضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط.